أكثر عن الملف ينضم إلينا علي جعفر ممثل المتظاهرين. يعني بداية، ما هي مطالب المتظاهرين وهل تتوقعون استجابة لمطالبكم؟ تفضل. نعم، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي لكم ولجمهوركم الكريم. طبعا بداية احنا مطالبنا أصبحت واضحة لدى جميع الجهات المعنية من الحكومة المركزية والحكومة المحلية، وهي التعيين أو العقود أو حتى إقرار قانون حماية الخريج في الموازنة القادمة، موازنة 22. لكن حقيقة اليوم احنا ظهرنا في ساحة الحبوبي، ساحة انطلاق الثورات. اليوم نريد نوصل صورة إلى الجهات المعنية أنه احنا بدايتنا كانت بداية سلمية ولا زالت سلمية، واليوم احنا قمنا بحقيقة إغلاق بعض من دوائر الدولة إغلاقا تاما لحين تحقيق المطالب، ويتحمل مدير الدائرة والمعنيين بأي دوام إذا صار في الفترة المقبلة يتحمل المسؤولية كاملة. بالإضافة إلى أنه احنا وصلنا فكرة إلى أنه جميع المسؤولين الآن عدم دخولهم إلى مدينة الناصرية حتى بمجيئهم بتحقيق المطالب إلى بغداد. يعني صار اليوم المحافظ وبعض من النواب ذهبوا إلى بغداد وقالوا إحنا إن شاء الله نروح بعد ما نرجع، وإلا إحنا جايبين ويانا تحقيق المطالب أو التعيين. أو اليوم إحنا حقيقة في إطار علي، يعني إذا تسمح لي من خلال المعطيات. نعم. أستاذ علي، من خلال المعطيات الموجودة الآن يعني تتوقع أنه تتحقق مطالبكم من قبل الحكومة العراقية؟ والله احنا تعرف اليوم عندنا صراعات سياسية بخصوص تشكيل الحكومة وبخصوص اقرار الموازنة وكذا. احنا هاي الامور، احنا اليوم انا كخريج، انا اليوم انا ما بطلان طالع استاذنا العزيز. اليوم هسه البطلان خليه ينتظر تشكيل حكومة وينتظر موازنة. احنا اليوم طلعنا الجوع، طلعتنا المعاناة، طلعتنا المظلومية. يعني دولة كبيرة برئيس وزراء بنواب بوزراء وايضا حكومة محلية، كلها ما تقدر توفر لنا فرد 250 300 ألف إلى أن تقر الموازنة، إلى أن تشكل حكومة. والله ما شكلت حكومة، شنو رأيهم؟ يعني إحنا نظل صار لنا سنة بالشوارع قاعدين. هذا مو مشكلة اليوم تشكل حكومة أو تقر موازنة يلا أنشمل عليها. أنا اليوم رجال جوعان، طلعت من أجل أنه أوفر لقمة العيش إلي والأطفال والعائلتي. يعني اليوم إحنا والله العظيم حالاتنا جدا مزرية. اليوم شفنا كثير من الشباب، كثير من الشابات الخريجين الكسبة حقيقة يعني ما عنده 500 دينار اللي يجي بها كروة من أهله. يعني وتعرف أكثرهم أقضية ونواحي، واليوم التجمع مركزي في ساحة الحبوبي، ما عنده كروة، معنى الكراوجة معنى كذا في سبيل يجي إلى ساحة الحبوبي. يعني أستاذ علي، هاي مو مشكلة يعني اليوم أنا تشكل حكومة أو ما تشكل حكومة. يعني هناك، نعم، يعني هل هناك تخوف من تسويف مطالبكم يعني بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية اللي يعيشها البلد؟ تتوقع هالشيء هذا؟ والله احنا مطالبنا صارها مسوفة ما يقارب السنة. احنا من بداية الامر طلعنا ما بعد الانتخابات والى اليوم سمعنا كثير من الوعود، وسمعنا كثير من يعني انه باكر وان شاء الله عقبه وان شاء الله كذا. وقعدنا مع نواب ذي قار في جلسة استثنائية في بغداد، ونواب ذي قار حقيقة قاموا بكتاب، طلب كتاب لرئاسة الوزراء بجلسة استثنائية حتى نقول خارج الضوابط يقدر يستثنيكم او كذا من هذا القبيل. لكن احنا حقيقة كسرت الامان بعد استقالة الكتلة الصدرية، لان اليوم الكتاب رفع بفورما الدكتور غايب العميري وتم التوقيع داخل هذه الفورما، وبما انه بعد هو رجل مستقيل فبعد هذا ما يمشي الكتاب. طيب، كثير من الخريجين اليوم ما طالعين ملتزمين حقيقة، ملتزمين بالمهلة ال 15 يوم اللي اعطيت لنا في اجتماع النواب. طيب، في بغداد. يعني لكن حقيقة ما أعرف ليش سكوتهم. يعني نعم أستاذ علي، يعني القانونية النيابية ذكرت أن مبالغ يعني قانون الأمن الغذائي ما تكفي لجميع الأجراء اليوميين والعقود. يعني كيف تتوقعون استجابة لمطالبكم وتعتمد على مطالبكم بالذات هي تعتمد على التخصيصات، هي هاي التخصيصات الموجودة، كيف راح يكون الأمر؟ والله قبل فترة محافظ البصرة نشر كتاب إداري مباشرة قبل 20,000 درجة بصفة أجر. نعم. أجر يومي على الشركات الرابحة. اليوم إحنا عندنا شركة نفط ذي قار وعندنا المصافي اللي موجودة والحقول، يعني يقدرون مكان ما تارسيها ما يقارب عندنا أكثر من 90,000
من الايادي الاجنبيه اللي تشتغل ويانا. هسه احنا ما نريد نقول خلي يطلعوهم ويخلونا بمكانهم، لكن يعني على الاقل اليوم احنا ما اعرف، احنا الناصريه ترى يعني لا، خلينا نقول وهذا الارض هذا غنيه حقكم بالنفط ايضا، يعني ابناء مو المحافظه اقل. اولى بفرص التعيين، هذا حق يعني مفترض. نعم، وسيد الفاضل ترى الى الان اكو درجات وظيفيه قاعد تمشي عن طريق الواسطه، عن طريق المحسوبيه، عن طريق كذا ورقه، يعني الى الان احنا عندنا كثير. لحد قبل فتره ليست ببعيده اكو صار لاحد ابناء المسؤولين يعني حقيقه انه صارت اكو فرد تعيينات بصفه اجر يومي، صحيح هو صار في 2019 لكن مباشره صارت في الوقت اللي ما بي تصنيف اعمال، حكومه تصنيف اعمال. احنا يا سيد الفاضل احنا بخصوص موضوع التعيينات فهي موجوده ومتوفره، والدوله اليوم حقيقه قاعد تمشي صفقات الفساد هاي وتمشي استاذ علي المصافحات اذا تسمح وغيرها لي، وغيرها كلها استاذ علي بدون ضوابط. نعم سؤال اخير اذا نعم تسمح لي، يعني هاي الامور يعني وصلت نعم الفكره، نعم في حال انه الحكومه ما استجابت نعم لمطالبكم، هل هناك خطوات تصعيديه؟ نعم هنالك خطوات تصعيدية ليست كسابقاتها حقيقة. يعني اليوم احنا بدينا بغلق دوائر، يعني بعض هذه الدوائر مو كلها، لكن بالأيام القادمة راح نشتغل بالإقالات بعد ما بها مستحى ولا بها زعل. اليوم المسؤول الموجود في ذي قار على مستوى حكومة محلية أو على حكومة مركزية اللي ما يقدر يخدم ذي قار خليه يتنحى عن الكرسي، لان حقيقه اثبت فشله، لان صار سنه احنا قاعدين بالشوارع وما شاف وصلت اي الفكرة. حل بسيط انه يقدر يرجعنا لاهلنا او فرد تضمين او كذا من هذا القبيل. نعم. نعم، الممثل عن المتظاهرين علي جعفر كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.